الخامسة عربيا في عدد الإصابات والحادية عشر في عدد الوفيات بسرطان الثدي. هو تصنيف الجزائر بين الدول العربية، فرغم التقنيات التي تعتمد عليها في العلاج إلا أنها وحسب المختصين لا تزال من بين الأوائل في عدد الإصابات. بالنسبة للأرقام، بالنسبة خاص بالجزائر، الجزائر بالنسبة للأنسيدنس أو حالة الظهور في 100,000 حالة تقريبا 58% حالة من الخمسة الأوائل في العالية في الدول العربية. وبالنسبة للمورتاليتي أو تقع في المرتبة 11، يعني متوسط بالنسبة للعلاج، وهذا يعكس يعني كل ما كانت المورتاليتي عالية ويكون مستوى العلاج أكبر تقلل الحالة، كل ما تكون الأنسيدنس عالية ويكون موجود الدواء والعلاج والمتابعة تنخفض نسبة المورتاليتي. المنطقة العربية هي الأخرى تعرف فيها الإصابات بسرطان الثدي ارتفاعاً كل سنة، أغلب الإصابات تكون في مراحل متقدمة. اجتماع عربي لتوحيد وتكثيف الجهود العربية للمؤسسات والجمعيات العاملة في مجال مكافحة السرطان، وخصوصا فيما يتعلق بمكافحة سرطان الثدي. بدأ هذا التعاون منذ عام 2015، وعلى مستوى الحملات الجماهيرية التوعوية وعلى مستوى الوصول المجتمعي والتثقيف الصحي، ولكن لابد من نقله إلى مستوى آخر، مستوى أوسع ومستوى أكبر، ليضم ويشمل أمور أخرى للوصول إلى المرأة العربية بشكل أوسع وبشكل أكبر. سرطان الثدي هو السرطان الأكثر انتشاراً بين النساء في العالم العربي، وخصوصيته للأسف في منطقتنا العربية بأنه ما زال الكشف المتأخر نسبه عالية، مما ينعكس سلباً على نسب الشفاء وينعكس سلباً على معدلات النجاة وعلى كلفة العلاج ومدته وحدته. الجزائر وعدة دول عربية تعرف ارتفاعا كبير في عدد المصابات بسرطان الثدي، ما يجعل المختصين يدقون ناقوس الخطر ليقفوا اليوم يدا بيد لمحاربة هذا الداء القاتل.